كمان دلوقتي يا جماعة، احنا دلوقتي حالا في اللحظة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. طبعا احنا دلوقتي الفيديو ده مش متصور بقى 50 سنة، ده لسه متصور حالا في اللحظة دي. يعني الساعة كام دلوقتي؟ الساعة كام؟ الساعة 9:59. واليوم يوم ايه يعني؟ مش النهاردة، معرفش، الله اعلم يوم ايه. بس عموما احنا دلوقتي، بصوا بقى هنوريكم احنا بس مباشر اهو، ولتنا حمرا. بصوا هنعمل ايه، حاطين هنا صاروخين يا حبيبي. لا، رجعهم ورا شويه كده، خلي الصاروخين كده متساويين. طبعا يا جماعه حاطين صاروخين اهم، وطبعا اخينا يوسف هيلزقهم في العربيه المعربه ويبدا يلف ويلف ويلف. ثانيه عشان نوري البني ادمين اللي عايشين معانا برضه اهو. طبعا نحط العربيه دي هنا ونولع الصاروخين. اصبر، انا هقف بعيد واصور من بعيد. طبعا يا جماعه مركزين، اوعى تزعل البطيخ، ياد ما تخلوش يضرب الجنب ده، لفوا. يديني خبنا. لا ولا لا، التاني راح فين؟ مش عارف. اول ايه انت بتقول ايه؟ بقول الله يخرب بيتك من الدخان ده، التاني طار هنا. يلا الحق الفرش، ده التاني طار فوق الفرش. الله يخرب اللي احنا عملناه ده. بدل ما يكون الفرش يولع، انا كيف الفرش؟ يا عم شغل الشفاط. الله يخرب بيتك يا حمار، انت ما لزقتش الصاروخين كويس ليه؟ عم انا لزقتهم وانا قبل كده برضه جربت، بس ايه يا عربيه تجري وخمس غو. طب بقى العربيه شاطر يديني، الريحه وحشه قوي. شايفين يا جماعه بواقي الصاروخ يا فرش. طبعا يا جماعه حصل انفجار عظيم. اسف والله، بس كنت بهزر في الكاميرا، كنت بهزر. خويا يوسف، خويا اسمك ايه؟ خويا مات. انك ضايق ناس يا حارة يا هو. انك ده نيني ايه ده؟ خويا صحي. لا، غير اخر بقى سلوخ. لا.